أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الرامية إلى ازدهارها وتطورها في جميع المجالات. وتضمن اتصال جلالة الملك المفدى بأخيه فخامة الرئيس المصري التأكيد على التقاء المواقف بين البلدين الشقيقين في كافة القضايا على المستوى الإقليمي والدولي. كما بارك جلالته للرئيس عبد الفتاح السيسي التطور الكبير والملحوظ لجمهورية مصر العربية على كل الصعد. وقدم جلالته التهاني والتبريكات لأخيه فخامة الرئيس بمناسبة حلول العام الجديد، داعيا له وللشعب المصري الشقيق دوام التقدم والازدهار.